السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، وقلت لكم تحدي ميغا رامبا مورادا. تحدي هذا سيكون خطير جدا، لان تحدي جديد خاص بالميغا رامبس. اغلبكم صراحه اعجبت تحديات الميغا رامب. بماذا سنبدا؟ نبدا بالسفاري ام نبدا بها؟ كوميت اس ار سريعه على السفاري. سنبدا بالكوميت اس ار يا رفاق الاوفياء. ليتس جو. انا مستعد. نضع $1000 وهي اللي كان نطلق ونكشفها. سنستطيع الفوز ام لا؟ صديقنا صاحب الاسم العجيب من زمان لم نلعب معه هو يا رفاق، لقد جاء بالفعل، لقد قال ذلك المصطلح صاحب الاسم العجيب. تحياتي. راقبوا لدي قبلة هناك، نقم بتقبيله. واو، هل اذا كانت لديكم صديقة مثلا في اللعبة سيتم تقبيلكم بتلك الطريقة؟ لا متأكد صراحة، ما عبارة عن تاتو لا اعرف، لاني لم ادخل نهائيا لمنطقة التاتواج. وبداية التحدي، ذلك الشخص لديه سيارة مختلفة على سيارتنا، رأيتم؟ لست متأكد لماذا انا اقوم باعطاء الكوميت فقط. المهم، تحدي الميغا رامبا تحدي خطير جدا، ممتع، رائع. Good luck boys. جيد. اوه، ذلك الشخص ليس محظوظ. عصام ابن لقد ضربه في الوسط. وهي يا رفاق اللي كينكشف الميغا رامبا. الميغا رامبا في الناس تكون اوه، هاتي الميغا رامبا من طار عليها الناس سهله، رايتهم مدينا فقط الاحجار. اوكي. اوه، مشكل، ضربت في الحجره. واو، شخص ما لقد انفجر شخص ما. اوكي، نعود بالخلف. هيا جيد. راقب صديقنا هناك، راقب صديقنا. علي البقاء في الوسط وساخبركم بما لكي لا اطير، لذلك الجانب. جات من ذلك المحل، محل البيتزا. شباب جيد، هيا بسرعة. هاتي الميغا رامبا خطيرة جدا، عجبتني. تحدي فإنه سيكون طويل بطبيعة الحال، لأننا يعني سنقوم بتجربة عدد هائل جدا من السيارات. ليتس جو. تحولنا الآن، تحولنا الطائرات. ميد جيمر فوق مني. أحسن العمل، سأحاول المرور من هنا. تمنيت لو في إمكانكم مثلا استعمال الأسلحة، واي شخص قرر المجيء من هنا ان تقوم مثلا بتدميره، لكن الامر سيكون صعب اذا فعلنا تلك الاستراتيجيه بطبيعه الحال. اوه، رايتم دينا هناك قفزه للدوران، لكن لست متاكد هل القفز سيكون اسرع ام الضغط على اف. اعتقد الضغط على اف هو الذي سيكون اسرع. جيمر برو 7، السياره ستكون خطيره جدا. جي. سنحاول يا اصدقاء. هيا المكابح. ضغط. واو، انقلبت. رغم انني ضغطت على المكابح لكنها انقلبت. هي بشويش علينا فقط. احسن العمل. رقب. دابا صديق صاحب الاسم العجيب. البوست هنا، البوست. هي احسن العمل. هي فقط لا يجب فقط ان تنفجر، والامر سيكون جيد لحد الان. احسن العمل. هي عودي. جيد. هي ليتس جو. تحكم فيها مره اخرى. ممتاز، وصلنا. سبيد يا صديقي. الآن السيارة الثانية، سأحاول في هذه الأثناء حساب كم من سيارة سنقوم باللعب بها. لعبنا بالسيارة الأولى، السيارة الثانية في هذه الأثناء. أسهل طريقة لكي تقوم بالإسراع هي السياقة بهذه الطريقة يا صديقي. تقوم بالإسراع كثيرا. جيد. بوم، ضغط على إف بسرعة. ما هذه السيارة؟ واو، سيارة اللامبو. نعم، سيارة اللامبرجيني رباعية الدفع. لمن لا يعرفها بطبيعة الحال. أحسن. سيارة اللامبرجيني هاتي ستكون ثابتة، هي أثبت سيارة تقريبا. رأيتم خطيرة هاتي السيارة، ثابتة جيدة. واو، ضربت في الحجرة. مشكل. هي تحكم يا دي روعة، تحكم يا صديقي. على الأقل لم تنفجر. هي لا تنفجر يا رجل. اقتربنا. أحسنت، عودي للخلف. جيد. واو، سيارة اللامبرجيني هاتي هي أسرع سيارة نزلت باستعمالها من الرام لحد الآن. فيد الناس يتشقلبون. هذا التحدي فإنه تحدي مهارة كذلك، رغم أن ليست فيه الكثير من العوائق، لكن يعتبر من بين تحديات المهارة الخطيرة، لأنه يعلمكم طريقة الثبات. سنستعمل الباص. باص المدرسة، باص ويحلق في الأجواء. صديقنا. ايوا الباص. جميل. هذا الباص فإنه ثقيل، ممكن أن سيكون هو أسهل وسيلة لكي نقوم بالنزول. ها رأيتم، أسهل وسيلة لحد الآن. لا يجب علينا فقط أن نضرب في تلك الحجرة. شيء رائع، تحكم فيه جيدا. هناك كذلك مسرعات، الحجرة هناك في الوسط. صديقنا في الخارج. جيد. بسرعة. ممتاز، حجرة على اليمين نتفاداها. لعبنا رامبس أصعب بكثير من هاتها. العلامة هنا بعيدة شيئا ما، لأن الباص ثقيل، لهذا السبب قام بإبعادها علينا لكي لا نستطيع الإسراع. صاحب الاسم العجيب في المركز الثاني الآن، بعدها يليه ميد جيمر، بعدها معد كيو اتش تي. يا لي روعة. اوه، حصلنا على سيارة الجولف. سيارة الجولف هاتي تقي، اوه، تقية. ذلك شخص محترف، ذلك اللاعب محترف، لأن مر من هنا لم يخاف نهائيا.
هو غير مهتم للفوز. مرة مين هناك وصراحة لقد أسرع، لأن بمروركم في تلك المنطقة ستختصرون الطريق يا سقاء. صاحب الاسم العجيب كذلك هنا يا رفاق، لحد الآن الأمر جيد. رقب رقب هذا الباص، سيزعجني هذا الباص. انتظر انتظر، جيب علي المرور في هذه الضفة. نلتقي لاحقا يا رفيقي. ماد 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 كيوتشي، انقلب على الباص. مشكلة إذا انقلب ذلك الباص سيؤخركم كثيرا صراحة بلا كذب. أحسن أحسن أحسن، هيا هيا ممتاز. هذه الآن أنا متحكم بشكل جيد. روعة روعة فعلناها يا أصدقاء. هيا تحرك تحرك، قد تسيطر في آخر لحظة. هناك شخص جاي، ووو ذلك الشخص لقد وصل. وصل من؟ نعم صاحب الاسم العجيب على ما أعتقد وصل. لهذا السبب الشيء الذي سأفعله، سأقوم بالسياقة هنا يا رفاق، وسأحاول المرور من تلك الضفة هناك. تشاهدوا هذا الشخص صاحب الباص، هو دايب إكس كينج. ومن هذا؟ من هذا؟ أو ميد ميد جيمر، أستطيع رؤية الاسم. ليتس جو، ووو مررنا اختصرنا الطريق يا أصدقاء، نكون قد اختصرنا الوقت كذلك. جيد، نسيت صراحة قلت لكم بأنني سأحسب كم من سيارة لكني نسيت، لأني ركزت ونسيت. ممكن هذه هي السيارة الخامسة تقريبا أو السادسة لا أعرف. يا بسرعة بسرعة بسرعة، ممتاز ممتاز. عدنا 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 وعدنا بقوة كذلك. حسن العمل حسن العمل، لم أضرب في الحجر الحمد لله. Let's go, let's go, let's go. Whoa! Yes, mid gamer. Mid gamer يا صديقي. سيتغير mid gamer الآن. نعم لقد تغير بالفعل. نفس الشيء سأفعله، سأمر يا أصدقاء من المنطقة الصعبة لكي نسرع بطبيعة الحال. أن بالمرور من هذه المنطقة ستسرع رغم أنها ضيقة. لكن لا تقلقوا، سنحاول المرور. Second person. Yes. Whoa! لا لا لا. رأيتم يا أصدقاء؟ لقد قاموا بتغيير المكان. لا واو، توقعت بأنني سأسرع. غيروا المكان يا رفاقي، يا سلام. يعني من الضروري المرور في الجانب، وهنا سننزل. أخرونا فقط، رأيتم أنا وضعوا المنطقة خطيرون صراحة. هنا سنجد أن ذلك الشخص حاول مان كوميت سويسايد، ميد جيمر أو عصام إبلا لا أعرف، ميد جيمر على ما أعتقد. حاول المرور بالمقلوب يا رفاق، هو يتدرب وقام بتفجير عصام إبلا. لست متأكد من فعلها، من قام بالسياقة، هل ميد جيمر أم عصام إبلا لا أعرف، لكن الشخص الذي قام بسياقتها بالمقلوب وحاول المرور هناك بالمقلوب هو الآن يحاول التدرب. حاول التدرب لكي يقوم بسياقة الهيدرا بالمقلوب، ليس هذا هو وقت التدرب يا صديقي. إذا أفضل طريقة للتدرب هي المرور أسفل من البريدجات، وخصوصا البريدج الخاص بالميليتاري بيز. ذلك البريدج خطير جدا، استطعت المرور فيه واو ستكون من بين اللاعبين المحترفين. 37 بيني وبين صديقنا صاحب الاسم. اوه هنا في هذه الضفة رأيتم، رأيت العلامة الآن. الآن لن يتم خداعي نهائيا، استطعت رؤية العلامة. كي نسرع 8 دقائق. هيا بوم، من هذه السيارة؟ سيارة وبعية الدفع على الأقل. اوه نفسها، نعم نفسها نفسها، سيارة اللامبرغيني رباعية الدفع، تشبهها من ناحية الديزاين 100% هي على ما أعتقد. أحسن أحسن أحسن، واو 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 خطيرة شوية السيارة يا صاحبي. مشكل، واو لا 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 فشلت فشلت. نعم عرفتهم فشلت. هل هناك طريق؟ انتظروا، لست متأكد. هناك علامة على الأقل، هل نستطيع الذهاب هكذا؟ أتوقع لا يا رفاق، أتوقع لا. سنقوم بتضييع الوقت فقط. نعم رأيتم، لا يمكن لا يمكن لا يمكن، سنقوم بتضييع الوقت فقط. من الضروري الضغط على F والإعادة هذه الطريقة فإننا سنسرع. حاولت اختراع شيء ما، لكن مع الأسف لا يمكن. هذه السيارة لقد مررنا يا رفاق التحدي باستعمالها ولم نفشل. مشكل، الحمد لله لم أضرب الحجر لم أضرب. جيد، عصام إبلا عصام إبلا، والآن يسوق بالمقلوب. أحسنت يا رفيق، لو عرفت هذا لقمت بتسجيل مقطع تذكاري. لا لا لا، واو 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 واو. مرة أخرى مرة أخرى، لم درج في هذه الضفة، لكن على الأقل هنا الأمر سهل، هنا هنا سنستطيع إتمام العملية بنجاح. هيا هيا شوف حياتي يا صديق، سيارة قوية محركها قوي، ستستطيع فعلها يا أصدقاء. هيا شو السيارة، محركك قوي، أحسنت الآن ممتاز. نامورو من هنا، ليتس جو، فعلناها أخيرا رغم أنني فشلت كثيرا في هذه المرحلة، لكن الفارق فإنه طويل. ماد كيو اتش تي في المركز الثاني، والان اين هي العلامة؟ العلامة في الوسط، سأذهب هنا من هذه الضفة كي لا نقوم بتضييع الوقت. تحدي ممكن ان ننهيه في خلال 15 دقيقة اذا لم نفعل الكثير من الاخطاء او اكثر.
جيد، ما هاتش السيارة؟ سيارات قديمة كلاسيكية. نعم سيارة كلاسيكية، سيارة الكلاسيكية كذلك ممتعة لكنها سريعة جدا هاتش. ستطير من ناحية الثبات، ليست ثابتة كثيرا، ستنزلق. لا مشكل لا مشكل، ليتس جو. عيد تحكم فيها، على الأقل هاتش السيارة فإنها لا تطير، وهذا هو الشيء الجميل. أحسنت يا شوصرايا. أنا متأسف يا صديقي عصام، أرسلته يا مشكل فشلت. هيا لم أفشل بعد. عودي للوراء لم نفشل بعد يا رفاق، لكن هل سنستطيع النزول من هنا وفعلها؟ لا أعرف. رأيتم شكلها كيف أصبح؟ واو رأيتم هذه السيارات خطيرة. الحمد لله أني لم أخسر روحي يا أصدقاء. لا مع الأسف لا أستطيع فعلها، لا أستطيع. نعم لو نزلت في الضفة الأخرى كنت سأستطيع. أنا الآن في مركز الثاني ماد كيو إتش تي. لقد راقبوا نزل فوق مني صاحب الاسم العجيب لاندريت يا صديقي لاندريت. ليتس جو بويز، نسجل لقطة عالمية الآن. صاحب الاسم العجيب هو ذاهب. جميل 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 جميل. لقد طارت باستعمالات يا صغير. ماد كيو إتش تي أين أنت يا صديقي؟ هل ذهبت؟ وصلت؟ توقع ذلك. 100% هو ذلك الشخص. نعم بالفعل ماد كيو اتش تي لقد فعلها يا رفاق. مرت 12 دقيقة، اقترب التحدي من اللي انت على ما اعتقد. شي السيارة كيف اصبحت؟ هذه السيارة القطع الحديدية المصنوعة منها سيئة جدا لانها تدمرت نهائيا. رأيتم شو كيف اصبحت؟ جيد، سنحاول الان الوصول لصديقنا ماد كيو اتش تي. لما لا نقوم بالمرور هنا من الوسط لاني لم ارى العلامة. على ممكن أن تكون في الوسط في هذه الأثناء على ما أعتقد صراحة، لست متأكد. رقبوا أولى على ما في الجانب، لم أستطع رؤيتها مع الأسف، لكن لا مشكل. هاي العلامة لاندريت يا صديقي. بام انفجرت السيارة، لم تنفجر الطائرة، السيارة هي التي انفجرت. تحولنا لهاتف، رأيتم. بام مرة أخرى. النهاية الآن. ماد كيو اتش تي سيفوز. أحسنت يا صديقي ماد كيو اتش تي. سنحاول النزول الآن بالخلف وبالأمام. ليتس ترول ماد كيو اتش تي، ليتس جو. ماد كيو اتش تي لقد فاز. سيارة لا بأس بها، ثابتة يا أصدقاء. حتى مثلا لو انقلبتم يمكنكم التحكم فيها بلا أي مشاكل. ماد كيو اتش تي استطاع إنهاء في 13 دقيقة 20 ثانية. أحسنت، توقعت بأنه يمكن إنهاءه في خلال 15 دقيقة لكن لا. وبهذا يا أصدقاء سنكون قد استطعنا إنهاء هذه المرة. تحولنا لعدد كثير جدا من السيارات صراحة، والشباب أكيد سيقومون بإنهائها، علينا فعله فقط هو انتظارهم. ليتس جو. تحياتي لكم يا رفاق الأوفياء، وشكرا لكم على الدعم المميز. ميد جيمر كذلك سيقوم بإنهاء التحدي المركز الثالث. لقد تغير لتلك السيارة، شيء جميل. نذهب عند صديقنا صاحب الاسم العجيب، هو في المركز الرابع سيقوم بإنهائه كذلك. لكي نذهب عند عصام إبلة، لأن عصام إبلة هو يلعب الآن غير مهتم. هو كذلك تحول السيارة، يعني في إمكاني إنهاء. جميع الشباب قاموا بإنهاء. إكس كين كذلك. نايس جي. Next one boys. التحدي القادم فإنه سيكون مميز وممتع جدا، لكن لست متأكد هل سأقوم بنشره في نفس اليوم أم أني سأقوم بوضع يوم آخر لها، لأن ذلك التحدي خطير. الماب طريقة صناعتها ممتعة، الألوان فيها خيالية. المهم يا رفاق الأوفياء سأكشف فقط بهذا بالنسبة لهذا المقطع. أتمنى أن أعجبكم. برنامجكم يدعمون الضغط على زر لايك وشروا مقطع مع أصدقائكم، اشتركوا إذا كنتم غير مشتركين. كذلك الحين كان معكم ياسين، استودعكم الله ولذي لا صدي وداع، ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختامة.